السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معرفش احنا لايف ولا لا، اول بس ما تظهر لي العلامة نتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، احنا كده لايف. ادعو الله سبحانه وتعالى اجعله لايف مبارك. علي صوتي دلوقتي واكدوا لي ان الدنيا تمام. طلع معاكم اللايف النهارده عشان ما طلعش امبارح، ما طلعش امبارح لايف الخميس عشان نمت. عايزه اقول لكم نمت، بقيت بنام من بعد العشاء. يلا ما يعني كل فتره كده بس ليلة بعد العشاء بعد الفجر. يلا ربنا ينجينا بقى. اهلا وسهلا بيكم، وكل سنه وانتم طيبين، وكل شهر جميل شهر رجب واحنا بخير وبركه وسعاده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله شهر مبارك علينا وعليكم. خليني في البدايه عايزه انبه على نقطه كده، وبعدين نتكلم واقول على عنوان البث هنعلم اولادنا ايه في شهر رجب والحاجات اللي بتتم في شهر رجب. خليني في البدايه اقول لكم على النقطه اللي جات لنا وجه عليها كومنتس كتيره وجه عليها رسائل، خليني اجاوبكم عليها. البنات اللي بيطلعوا معايا في بيوت منوره وهم لسه لم يبلغوا بعد وطالعه بشعرها، فيجي تعليقات بقى، ما انا مش عايزه الغلو، يعني انا مش عايزه الايه اللي عارفه اللي بيتنطع في الكلام لا لا لا، دولت لسه ما بلغوش. وبنات وان شاء الله نعمل لكم حلقه. بنت كانت معانا، كانت عامله معانا حلقه عن مش فاكره كان عن ايه قبل العيد، يعني بقى لها جايين داخلين على سنه اهو، وعملت معانا الحلقه ديت وهي ما كانتش لسه محجوزه صغيره وبعدين تحجبت. فانا ان شاء الله هعمل بيها حلقه باذن الله تانية وهي لابسه الحجاب. لكن البنات الصغيره اللي لسه ما بلغوش، لا اصل لازم يطلعوا بناتنا يقولوا لا، ما طالما لسه ما بلغتش. احنا بنقول قبل البلوغ بسنه بست شهور، واحنا قبلها في اعداد فكري وايماني ودعوي وسلوكي وتربوي. نعمل معاهم ايه ونهيئهم ازاي ونحببهم ازاي؟ مش عايزين فرض ولا يبقى كذا، لا احنا عايزين بالتحبيب وبالحب. لكن اجي تقول لك لا اصل لما بنت تقول لي اهو اللي طالعين مع دكتوره هاله، لسه صغيره، واديها الفرصه، اقول لها احنا قدامك مثلا لحد مثلا على الاقل سته ابتدائي. في ناس بنات بيبلغوا من خمسه ابتدائي، وهنا يعني حالات كثيره وشفتها موجود وانتم عارفين الكلام ده. في بنات بتبلغ من خمسه ابتدائي اللي هو سن 11 سنه، وفي سن 12 سنه بتكون بلغت، وفي اللي بعد كده في اعدادي. ايا كان انا قبليها بهيئ، لكن اللي قبل كده ولسه تقول لك انا عايزه استخدم الحله طالما لسه ما بلغش، اوكي بس احنا متفقين اتفاق ان ساعه لما تبلغي خلاص كله حجابك وجمالك والكلام ده. قصه يعني ان انا يعني انا بصوا تعال خليني اكلم لكم يعني ايه، بس يا رب ما ازعلش حد. بصوا يا بنات ويا امهات ياللي بتسمعوا ياللي بتحببوا بناتكم في الدين والالتزام والصلاة والحجاب، دلوقتي احنا مش عايزين التشدد في زمن في انفتاح غير عادي وغير طبيعي، وفي نفس الوقت احنا لا نخالف شرع ولا نخالف سنة ولا نخالف ما امر الله عز وجل به. احنا بنلتزم باللي ربنا قاله، بس في نفس الوقت بالاسلوب وبالطريقة اللي تحبب بناتنا في الفرض وفي الصلاة وفي العبادات. يعني انا هقول لكم على حاجه، كان في بنت من البنات انا ما شفتها، قلت يعني مامتها جايباها في وسط بنات، واحنا كنا بنعطي يعني غرس سلوك والكلام غرس سلوك، فانا ما شفت البنت من المنظر كده قلت ايه ربنا يسهل. فالبنت قالت لي انا عايزه اكلمك خالص لوحدك، قلت لها طيب بسرعه علشان بصي الجيش اللي واقف وراه كده. وهي بتتكلم معايا البنت اطيب مما تتخيلوا، اسهل في توصيل المعلومه وتوصيل الفكره الايمانيه من صاحبتها اللي احنا يعني اللي تشوفوهم من المنظر. فمش بالكلام ده خالص، مش بالكلام ده. انا اهم حاجه عندي انك انت تبقي باديه معاها الخطوات بالراحه وبالحب وبالطريقه الطيبه، لكن اغلو في الامر ولا وهو لازم كده وما ينفعش نشوف إيه، لا تلبس وتلبس اللي هي عايزاه طالما هي لسه ما بلغتش. لكن في اتفاق، احنا بنقول قبليها علشان يبقى في تعويض، لكن انت ما شاء الله قبليها اهوت على الاقل من سن 7 سنين لحد 10، وانت بتاهلي بالكلام ده البنت ولازم كذا وبره، وهي بتشوف امها سمت فهي بتقلد الكلام ده. لكن ان انا اقول لا اصل البنات اللي طلعوا مع دكتوره هاله في بيوت منوره فمش محجبات فبناتي هيشوفوا، لا لا يا حبيبه قلب، بالراحه وبالراحه، وطالما ما بلغتش خلاص. لكن احنا بنقول
بنعدها نفسيا، تمام كده؟ فانا مش عايزه الناس، لان طبعا انا ببقى حريصه، انا عامله الحلقه بتاعت الاطفال دي بالذات، وما برضاش اخد فيها اتصالات مزوجات او اسريه او الكلام ده، عشان حاجه واحده بس، نشجع اولادنا. شوفوا كميه الاولاد اللي بيقعد اشارك معاكي يا طنط يا خالته، هلا اعمل مش عارفه ايه، تعالوا حبايبي تعالوا، واللي بتقول قران واللي بتقول ما اعرفش ايه، كل الكلام ده يعني احنا عاملينها لتشجيع اولادنا، وان اولادنا يبقى لهم منصه يتكلموا فيها، ويبقى لهم منصه يعبروا عن نفسهم فيها. فما تجيش من فضلكم التعليقات السلبيه، يعني مش عايز اعمل لحد حذف ولا ديليت ولا بلوكات، مش بتاعت الكلام ده انا فاهم، لكن اللي بيتطول هنضطر للاسفين ان احنا نشيله، يعني لان المقطع بتاع البنت او الطفله اللي بتشارك معايا او الولد اللي بيشارك معايا بيبقوا حريصين جدا انهم يشوفوا الناس ايه وتعليقاتكم ايه، بيبقوا فرحانين، فده دعم ليهم سواء اللي بيتصلوا او اللي بيشاركوا معايا. فمن فضلكم نخلي الامر كله تربوي ايجابي، واديني فهمتكم احنا ابدا، يعني طول ما احنا في جنب الشرع والفرض والسنه وكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، صلى عليه بقى عشان النهارده الجمعه، واحنا في التمام خلاص كده. فالجزئيه دي انا حبيت اوضحها علشان خاطر الناس اللي بيسالون. النقطه الثانيه جالنا في الكومنتس على موضوع الخطوبه، وواحد كاتب يا دكتوره انت بتتكلمي عن الخطوبه كان الامر عادي، وكان الناس سهل ان هم يتخطبوا، وكان الناس سهل ان هم يعني، طب طيب ماشي، طب انت ايه؟ لا الموضوع صعب ومفيش فلوس، واحنا اصلا مش لاقيين علشان نعمل، واحنا اصلا مش لاقيين علشان طيب. طب احنا تيجي نقول ونجاوب عليك، ونقول على الناس اللي اهل العروسه اللي بيغلوا على الشباب، بيغلوا في المهر، وبيغلوا في وبيغلوا في يعني مش بس لا، وعايزين تمليك، وعايزين مؤخر بالشكل الفلاني، وعايزين حاجه بالشكل العلاني. يعني ده صراحه، يعني انا ادعو كل بيت عنده بنت صالحه وعنده بنت على وش زواج، يا عم سهل، اهم حاجه يبقى راجل قدامك يقدر يحافظ عليها، ياكلها يشربها ما يجوعهاش ما يعملهاش. الحاجات دي مهمه على فكره، مهمه علشان خاطر اولادنا ذات نفسيهم يبقوا طالعين شايفين والله ده الجواز سهل مش كذا. مش يجي شاب حبيبي يعني صغير لسه وعمال يعني عمال يعيني جاب في الدنيا ويشتغل ويطلع ويجيب وظيفه ورا وظيفه ورا وظيفه، وفي الاخر ما هوش لاقي، ويجي يسمع فيديو من فيديوهاتنا يصعب عليه نفسه يقول انتوا بتتكلموا ان ما فيش والامر صعب علينا. لا احنا ندعو كل اب وكل ام، سهلوا يا جماعه، يا امهات ويا ابهات من فضلكم، يعني سهلوا. طالما راجل ومحترم وصاحب خلق ودين وحافظ على بنتنا، والله الدنيا يعني الدنيا صحيح الواحد بيبقى حريص ان عياله وبناته يبقوا في مستوى مثلا اجتماعي معين، مستوى معيشي معين، لكن طالما مش جعانين وعندهم قوت اليوم، والله انا من انصار الناس دي طالما عندهم قوت اليوم والليله، بس معاها راجل حنون طيب يحافظ عليها، حد فعلا بجد بجد مش بس بيحافظ، لا ده حد كمان يغنيها عن هموم الدنيا. عارفين لما بنبقى نقول احنا عايزين واحد يبقى سكن للروح، يغنيها عن هموم الدنيا، احنا عايزين كده. فلو طالما جه وانت كراجل البيت اب مثلا ابو، وشايف العريس اللي جاي بالشكل ده، توكل على الله هيجي كل حاجه هتيجي. يعني انا بشوف بره التيسير، خلاص جبت اوضه وصاله مش عارفه عملت ايه، جبت جازه هما الاثنين يساعدوا مع بعض، هي من الاولى وهي مش بتشغل هو يساعد وخلاص. لكن ان احنا نعمل على الناس كده بحيث ان الشاب يبقى زعلان بالشكل ده، لا. طيب ايوه سهلوا يا جماعه يلا طيب الله المستعان، محدش بقى يرحم، لا احنا بندعو للتسهيل والتيسير. طالما حد راجل وكويس، انا اعرف شباب هنا والله زي الفل، لكن يعني ظروف التعليم بتاعتهم توقفت لامر ما مش بايدهم، وشباب وقف في صيدله، واللي كان في علاج طبيعي واللي كان كذا، لكن تعنت ان هم يخلصوا اللي يطلعوا الشهاده بتاعته ويكملوا هنا، خلاص ما فيش، وبيشتغلوا وبيقدروا يصرفوا على نفسهم وبيعملوا كذا وكذا، توكلوا على الله. يعني هي جت على كده والله مش بالتعليم، بس كون التعليم اللي على مستوى العالم مش هو دي الدراسه ولا هو دي التعليم، صدقوني مش هو ده التعليم، لما تبقى نازل في قلب المجتمع وعلى ارض الواقع، وهو ديت الخبره اللي انت بتاخدها على ارض الواقع، الا العلوم اللي هي بتحتاج فعلا كده مثلا كطب انك بتحتاج مثلا فعلا دراسه تدرس، لكن هي الخبره في قلب الشارع وفي قلب يعني لما تنزل وتدور على شغل وتاخد الخبره من الشغل اللي انت عامله. تمام طيب نيجي بقى لعنوان البث بتاعنا الجميل، حبيت بس اجاوب على النقطتين دول، واي حاجه بتبعتوها عليها جدل
بنحاول اول باول ان احنا نعمل. استنى نشرب بقى وبعدين ايه نكمل موضوع البس. احنا النهارده عايزين الامهات قاعدين معانا، ماشي؟ الامهات اللي قاعدين معانا من فضلكم اقعدوا اسمعوا اللي انا هقوله ده على موضوع نعلم اولادنا ايه في شهر رجب. استنى نشرب بقى وبعدين نكمل. تقريبا في الشتاء محدش بيشرب ميه تقريبا كده، يعني فين وفين لما نفتكر ان احنا عايزين نشرب ميه. يلا بينا. بسم الله. بصوا يا جماعه عشان انا مطبقه من امبارح، ماشي؟ مطبقه من امبارح ما نمتش ولسه مواظبه، وعندنا حلقه زوم النهارده الساعه 9. انا بحط الرابط بتاع الزوم عندي على الصفحه الشخصيه، تبقوا اللي عايز يخش عشان ندردش بعديها. الجاليه الالمانيه، الجاليه العربيه في المانيا، نخطب النهارده الساعه 9 ان شاء الله. طيب اعلم اولادي ايه؟ يا حبايبي بتسالوا على الطفل ريان، ما طلعش للاسف، بيقولوا في انهيار جزئي. هم وصلوا له، سمعت ان وصلوا له ميه واكسجين. هي الكارثه بس ان هم الخطه ان هم يعملوا حفر موازي وينزل يجيب الولد من تحت مكان البير، يعني مش هيبقى من فوق، هيبقى من تحت. الكارثه بس لما يجي يحفروا افقي. هي ده، ادعو الله سبحانه وتعالى ينجيه يا رب. اللهم اجعلها ساعه اجابه يا رب، ونجيه بحولك وقوتك، اللهم امين. طيب خلينا نتكلم على عنوان البث بتاعنا النهارده، ازاي اعلم اولادي ايه في شهر رجب. احنا اتكلمنا في الحلقه، وريت الحلقه ترجعوا لها تاني، احنا اتكلمنا نعمل ايه والاعمال الصالحه اللي نعملها في شهر رجب. وقلنا ان اعمال مضاعفه وفي اجور مضاعفه، وزي ما العمل الصالح مضاعف. غدوا بصركم يعني، هحاول اخلي كده شويه، ماشي؟ طب هنعمل ايه؟ انا هنا في اوروبا، اوروبا تمام. الله سبحانه وتعالى الستر لجميع المسلمين، اللهم امين. خلينا اقول لكم على ان احنا قلنا ان طالما الاجور مضاعفه، في كمان المعاصي، كمان الجزاء عليها بيبقى مضاعف، يعني المعصيه في الشهر الحرم بتبقى مضاعف. طيب خليني بقى نتكلم، نعلم اولادنا ايه. اعلم اولادنا الاشهر الحرم هي ايه، ده رقم واحد، واكتبوا وراي. اعلم اولادي ايه هي الاشهر الحرم. اثنا عشر شهرا في كتاب الله، منها اربعه حرم. يبقى اعلم الشهور العربيه اللي مكتوبه اللي الله سبحانه وتعالى عملها، وهي طبعا بالتوقيت القمري مش بالشمسي. واعلم الاشهر الحرم، دول حاجتين، ويسمعوهم تمام. ثلاثة، واحد فرد وثلاثة سرد. الواحد الفرد اللي هو رجب، شهر رجب وشهر رجب، وبعدين الثلاثة اللي ورا بعضيهم، ذو الحجة وذو القعدة ومحرم. خلاص كده. طيب يبقى اعلمهم الكلام ده. طيب ثالث حاجة، اعلموا ايه الطاعات اللي الله سبحانه وتعالى اللي تبقى من الاجور المضاعفة في شهر رجب. زي ايه مثلا؟ زي دايما بحب ابتدي بيه الفروض، يعني اعلمهم يلا الصلاه على وقتها هنعمل فيها مسابقه، واسمعوا معايا الفكره الجميله دي، مسابقه بين الاولاد على الصلاه على وقتها. اول حد هيأذن الاذان وهيقوم يتوضا ويقيم، واحنا هنبقى وراه لان هم بيقوموا، احنا هنصلي على طول وراهم لو كانوا بالغين، او هم مع بعض كل واحد يصلي بالكلام ده، دوت هيتحط له نجمه في لوحه الشهر. فاكرين الاداه، ندوات التربيه، احنا قلنا اكتر من 60 اداه من ادوات التربيه على مدار 400 حلقه تقريبا على اليوتيوب، رجعوا لها. قلنا في عندنا أداة التشجيع، وقلنا عليها فيها ان احنا هنحط لوحة عليها النجوم كل اسبوع. اللي هيعمل، والله لو في جامعة، انا عندي عيال في جامعة، اللي بيعمل هحط له النجمة. بصور لكم مرة اللوحة ولا بلاش، عشان ممكن اصورها بدون اسامي الاولاد عشان ما بدون الحرج يعني. اللي بيعمل ياخد نجمة، والنجمة اللي تتحط له يتعمل عليها معيار انجاز في اخر الشهر بتاع مثلا شهر الرجب، ماشي؟ او لو انت بتعملي التقييم كل 15 يوم، يبقى كل اسبوعين في جلسة العيلة، القعدة بتاعة جلسة العيلة بتاعت يوم الجمعة او يوم السبت زي ما انتوا حابين. طيب يبقى دي التالت حاجة، ان انا ببتدي معاهم في الفروض، وبعمل فكرة المسابقة في اول حد، اول حد يقوم على الصلاة.
طيب يبقى اعمل تحفيز تاني وتذكير، لان اولادنا محتاجين دايما دايما تذكير بموضوع الصلاه ده. وركزوا معايا يا امهات في القصه دي، الاولاد دايما بيحتاجوا تذكير في موضوع الصلاه. يعني اما على دي ما انا ما قلنا، وتقول كل يوم يا حبيبتي والله الصلاه، والصلاه نور، والصلاه برهان، وتعملوا كذا، واحب الاعمال الى الله، واحب ان الله سبحانه وتعالى يرى دلوقتي انه فرضه بيفعل دلوقتي، ربنا قال حي على الصلاه، يبقى لازم اقوم حالا. كل الكلام ده كل شوية كل شوية كل شوية اجيب حديث عن الصلاة وفضل الصلاة واقوله للاولاد واذكر بيه. من ييأس من حاجة زي كده يا امهات؟ ما يا امهات ما تيأسيش وما تزهقيش، لان دول اولادك، فاصبري على كده. يبقى دي رابع حاجة، ان انا بذكر وبقول كل مرة حديث، وتعملي معيار الانجاز، يا كل اسبوعين يا كل شهر زي ما انت في اخر الشهر زي ما انت ما بتعملي. طيب ايه كمان اعلمه لاولادي؟ اعلم اولادي الصوم. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم في شعبان، ويصوم في رجب، ويصوم كذا. واحنا عندنا تعالى لو قعدنا نحسب مثلا 13 14 15، لا صوم بقى، صوم بقى، ادي ايام اهو احنا في شتاء، اصلا الشتاء ربيع المؤمن، يعني الشتاء بيقصر نهاره فيصومه المؤمن، ويطول ليله فيقوم، وتنام براحتك وتنام عدد ساعات، وتلاقي لسه الفجر لسه ما اذنش، حلو جدا، وتقوم تصلي. ده جزء، ده شيء طيب. طيب حاجه كمان من ضمن الحاجات اللي علمها لاولادي موضوع الصلاه موضوع الصوم، وابتدي ان انا امشي معاهم خطوات بالصوم. مثلا ادي اثنين وخميس، وبعدين ازود يومين ثلاثه، ممكن بقى نوصل لحد صيام سيدنا داود يوم ويوم، يا ريت يصوم يوم ويفطر يوم، وده شيء طيب جدا، ومن افضل العبادات اللي فعلا تربي نفسيتك بجد هي الصيام يوم ويوم. جربوها كده، تعود على الصيام وبعدين تفطر، فتعود على الفطار فترجع تصوم، من اصعب الحاجات على النفس، وتروض النفس على الطاعه. طيب من ضمن الحاجات اللي علمها لاولادي في شهر رجب يعملوها، ويبقى من ضمن الحاجات دي الجميله اللي نجتمع عليها، القيام، ركعتين قيام. طب مش هيقدروا يقوموا قبل الفجر؟ بيقوموا الفجر بالعافيه، طب نصليها قبل العشاء، يعني بعد صلاه العشاء قصدي، بعد صلاه العشاء ابتدي اعمل معاهم واقول لهم من فضلكم يلا تعالوا، تعالوا نصلوا مع بعض، تعالوا الركعتين دولت ان شاء الله بصغار الصور، وبعد كده ممكن نصليها بالورد بتاع الحفظ اللي احنا عاملينه، اللي هم حفظوه، مثلا حفظوا ايتين النهارده او الاسبوع ده في خمس ايات، يبقى انا هصلي الاسبوع كله بالخمس ايات بتوع التحفيظ، يبقى انا ضربت 200 عصفور بحجر واحد. ادينا عودت على الصلاه، السنن، النوافل، سنه عن النبي عليه السلام، القيام ما يتسابش، ويعرفوا ان ده الحبل الموصول بينهم وبين ربنا. وكمان طبعا انا بكلم اولاد كام؟ بكلم 7 سنين على فكره، ممكن قبل كده يجي معايا ويفهموا الكلام ده ويفهموا الكلام ده. انا عندي فيديو، عندي فيديو مش إيه، هحاول انزله، هو طبعا على دي في دي شريط، زي ما انا هحاول انزله سيديهات وكده، ونشوف ممكن يفك لنا الشفره دي ويعملها لنا، ونبتدي اوريكم ازاي سن معين، يعني كان 7 سنين 6 سنين 5 سنين، وكان في 4 سنين، وازاي ان هم كانوا واقفين صفين، كنت لما العيال بقى، كنت لما العيال كلها وقاعدين يصلوا، كان قيام، فبيتعودوا يتعودوا يفهموا الكلام ده، يفهموا الكلام ده، ما تيأسيش اتكلمي وقولي، وهم اللهم بارك اللهم بارك، هم هيتجاوبوا معاكي. ركعتين القيام، ويبقى دوت الصله اللي بيننا وبين ربنا، واللي عايز حاجه من ربنا هم في الركعتين دول، وعود على كده. اعلم اولادي ايه؟ رقم 5 أو 6 مش فاكره بقى، انتوا اللي عدوا. اعود اولادي على الدعاء، ما يعديش يوم من غير دعاء، عشان انا عندي دلوقتي في رمضان جاي، وانا عايزه كل يوم دعاء رمضان يستجاب، واعلم الدعاء من الله سبحانه وتعالى، هو رب رمضان، رب الشهور كلها، فاحنا ما بالك في اشهر حرم، واحنا بنعظم الامر ده، وهنتكلم دلوقتي على توحيد الالوهيه مع اولادنا. لكن اعود اولادي ان في لسته من الدعاء، يا يكتبوها يا نسجلها على الواتس ويشغلوها كل يوم، اللي هم الصغيرين اللي قبل سن 7 سنين، او يكتبوها وتبقى الورقه معاهم، ونقراها كل يوم من بعد الركعات، يا اما نقولها في صلاه الوتر، يا اما نقولها بعد الصلاه، عشان لو هم لسه مش حافظين. يبقى دوت الامر رقم 6، مهم 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 جدا. طيب رقم 5 الدعاء، رقم 6 ازاي اعظم الشهر ده، وانا محتاجه اركز على النقطه ديت في العقيده مع اولادي، ازاي اعظم شهر رجب، وان ده شهر من الاشهر الحرم في قلوبهم. تعظيم الشهر بتعظيم ربنا سبحانه وتعالى، اوامر ربنا ونواهي ربنا، ويبقى الامر كده، ذكروني يا اولاد ذكروني، ايه يلا النهارده، يلا طب هنعمل، طب كذا، طب نعظم ايه الامر دوت، لا اخرنا شويه، لا عملنا شويه، طب ايه رايكم ان احنا نزداد في الطاعات شويه، وهكذا. تعظيم ربنا بتعظيم اوامر ربنا، وان انا اعظم النواهي ما اعملهاش. تعظيم ربنا فلا تظلموا فيهن انفسكم، ان انا ما اظلمش نفسي، ان انا اكون غافل، او ان انا اكون على معصيه، او ان انا قاعد ساكت ما بعملش حتى طاعه. احنا ممكن كمان من التعظيم ان احنا يعني
ان انا اتكلم على توحيد الالوهيه، معنى لا اله الا الله، معنى اسم الله، الله ذات نفسه من اسم الاسماء الحسنى، وانا ازاي اعلمهم سواء الاسم او ورد قد ايه في القران، الاحاديث اللي وردت، تعظيم الصحابه ذات نفسهم لربنا سبحانه وتعالى، تعظيم الصحابه للصلاه، للطاعات، للفروض، وفيها قصص كتيره جدا طلعها كلها موجوده على النت. طيب رقم 7، ابتدي بقى اخد شويه طاعات واركز عليها، بحيث ان انا ابقى طالعه من الشهر داخله حتى على شعبان وانا على الاقل عندي حصيله مع اولادي اسمها فيدباك. تعظيم ايه؟ صله الرحم، كل يوم لازم اكلم جدي جدتي حد من العيله ان شاء الله او ادعي له. الناس الاحياء والناس الاموات. بر الوالدين، هتعمل ايه لابوك وامك ويبقى في حاجه كل يوم؟ بر الوالدين اللي موجود في النهارده، هتعمل ايه؟ هسمع كلام امي، هعمل كذا او هدعي لهم. ويبقى في اللوحه بتاعت الاوراد بتاعت اليوم او اعمال اليوم والليله موجود البر والكيفيه، ببوس ايد امي، ببوس راسها، او لا جزاك الله خيرا، اضحك في وشها، اروح كده. الكلام ده نعلمهم عشان ما يبقوش يعني جبلات يا جماعه، يعني على الاقل يبقى عندهم احساس حتى ان شكرا يعني. ويبقى البر كده، بساعد، بنظف اوضتي، بعمل المهام اللي امي قالت لي عليها، ده مهم جدا. ده جزء. الجزء الثاني الاب، الاب واستقبال الاب وهو جاي، وتكريم الاب واحترام الاب وهكذا. في نقطه بعتوها لي مجموعه من الاولاد على خصوصا سن المراهقه، موضوع التفاهم مع الاب ده بالذات. قول لي ايه يا دكتوره؟ ما فيش تفاهم، ولما نيجي نتكلم معاهم يتعصب، كان الاب حس باهانه لما ابنه بيناقشه. يعني الفكر ده انا بتهيالي خلاص اندثر، يعني الفكر ده مش صح. وركزوا معايا في النقطه دي، نقطه لما ابنك يناقشك او بنتك تناقشك في موضوع 11 سنه 12 13، ده ايه؟ حصلته ايه؟ ولا خبرته، او كبير والله في جامعه ومخلص، ولكن في نقاش، وانت كأب بتاخد النقاش ده كانه نديه ليك او تقليل من شأنك او عدم ثقه. ما الولد هيفسرها يعني، هو مش عايز يناقشني، يعني هو مش عايز يرد عليا. ما دي نقطه برضو كارثه لكل اب وام يخلوا بالهم منها. يعني هو التربيه ايه غير حوار؟ التربيه ومش فرض، وما فيهاش نوع من انواع السخريه او الاستهزاء. ولما ابنك يسالك على حاجه او يستفسر منك على حاجه، واجب عليك انك ترد عليه وتفهمه انت ليه خدت عنه الصوره دي، وليه بتوصمه الوصم ده، وليه بتقول له المشاعر دي. يعني انا يعني خلينا نتكلم يعني على الموضوع ده النهارده في استفاضه باذن الله، بس الساعه 9 هنتكلم على فتره المراهقه بصوره مكبره. لكن طبعا بر الاب ان احنا بنحطه لاولادنا وعلى الاقل من سن 5 سنين وهم طالعين. طبعا قبل كده بيبقى محاكاه وتقليد، لكن بعد كده بيبتدي ياخد سلوك ويبتدي سمت نفسه هو كشخص او كطفل او كانسان بيكون الفتره دي وتمام. طيب يبقى انا بقول لهم على موضوع البر، استقبال الاب، البشاشه، الاحترام، الرد عليه، في مش بقى بابا بينادي لا لا لا، يعني الكلام ده. وطبعا الامر بيبقى مبادله، انا لو عايز ابني يبرني انا كمان لازم ابر ابني. طيب دي نقطه مهمه جدا، يبقى عندي صلة رحم، بر الوالدين، وعندي التركيز على حاجتين اتنين من العبادات. وركزوا معايا، انا باخد سلوك وباخد عبادات، هركز على نقطة من العبادات الذكر، اخد كل مرة ذكر جديد ويلتزم بيه ان شاء الله باليوم او باليومين، يبقى 3 ايام الذكر ده هو اللي على لساني، بجيبه 100 200. طبعا ببتدي معاهم بعدد صغير، وبعد كده ابتدي كل شويه كل شويه ان الله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب يا رب يكرمنا ويكرمهم ويلتزموا بيه، ويبقى اللي بعده واللي بعده، يوم انت 100 200 300 500 1000 وهكذا، ونبتدي بقى ايه كل شويه نكبر. يبقى اخد ذكر. وحاجه كمان من ضمن الطاعات اللي انا حباهم انهم يعملوها، المحافظه على السنن النوافل، وعظم السنن النوافل وتعظيم السنه لله سبحانه وتعالى ولرسول الله. يعني هو النبي عليه الصلاه والسلام هيعرفنا ازاي؟ باتباع السنه وبكثره الصلاه عليه وبالوضوء، غر المحجلين، تمام؟ فانت لما تاثر في السنه، يعني انا بصليش السنه، يعني ما انت ما بتصليش السنه ليه؟ يعني انت جايب في صلاتك 10 على 10؟ ونركز على الموضوع ده مع الاولاد ضروري يا جماعه بالله عليكم، علشان الاولاد بيقول بيصلوا الفرض ما هم امر ده، وبعد كده مش هيصلوا فرض. لكن انا اما يجي يكسلوا يبقى يعني على الاقل، مش عايزه اقول حتى يكسلوا على السنه، والله قلبي واجعني من حاجه زي كده، ولكن ان انا اعودهم على السنه ان هم يصلوا السنن النوافل 12 نفله في اليوم والليله، يبنى له بيت في الجنه. انت عايز بيت؟ ما انت مش عارف تجيب في بيت في الدنيا ولا حق ولا زرعه ولا بتاع، هات في الاخره بال 12 ركعه السنن النوافل. يبقى انا اركز معاهم على السنن
ويبقى الشهر دوت بداية الغرس لموضوع السنن، واحبب في الكلام ده واعمل عليه معايير انجاز واعمل عليه جوائز واعمل عليه مش عارفة اجيب لكم الكاميرا فين. طيب انتوا غدوا بصركم، يعني انا غدوا بصركم، احنا بنحاول قدر الامكان يعني. طيب في موضوع السنن تاني نركز عليه ونحطه برضه في جدول اعمال اليوم والليله، ويلا بقى النجوم النجوم النجوم، واللي جمع اكبر عدد من النجوم الاول بندعي له عشان ما يتعودش هو لازم كل حاجه ماديه، لا بندعي له. والنقطه التانيه نقطه ان هو يبقى فيه مكافاه ويحس ان انا كده. والله يعني انا مش حابه اختم البث معاكم، بس عشان فعلا عندي موعد خلينا نخلصه وابتدي معاكم ان شاء الله. الناس اللي عندها اولاد في المراهقه النهارده الساعه 9 نعمل بث مباشر ان شاء الله، وهبقى حاطه لينك الزوم على الصفحه الشخصيه للي حابب يخش يسال بعد اللي بتاع، او نقعد ندردش مع بعض ان شاء الله. القاكم على خير، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، السلام عليكم. بصوا انا مش عارفه اشوف لان انتوا عارفين خلاص، خليكم هلا نظرها ضعف، فانا مش عارفه اشوف الامر، لكن لو لقيت حاجه في الكومنتس تستحق ان انا هرد عليها هعمل عليها جديد وهبقى ارد عليكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.